أكيد هذا فضل أول شيء لله. كانت مباراة كتير صعبة لأنه ولأنهم، وأكيد مجهود الكل، مجهود كل الفريق قدرت ألعب كتير منيح، وبعتقد ما بنستحق الخسارة أبدا. أكيد بحب أشكر جمهور أول شيء بنك بيروت اللي كان عم بيتابعنا بلبنان، وأكيد على التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبقول لهم أنه فريق بنك بيروت كان أدى ودود، بس الحظ ما حلفنا وفريقنا كان كتير كتير منيح. ومثل ما قلت أنه نحن أبدا ما بنستحق الخسارة، كذا طابة بالعارضة، فريق كان متقدم باللحظات الأخيرة، كان عندنا كتير كتير تشانس لحتى نسجل كمان بالبوست وهيك. وآخر شي بقول للجمهور أنه ضلكم واقبوا بنك بيروت، وإن شاء الله السنة الجاية بنكون بهيدي البطولة أيضا وبنأدي مباريات كتير قوية.